يقول ابن القيم رحمه الله كما في الجواب الكافي قال: والدعاء من أنفع الأسباب ومن أعظمها في تحصيل المقصود. قال: ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بدين الله وبشرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أحرص الناس على هذا الدعاء وعلى هذا السبب بآدابه وبشروطه. يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد، قال رحمه الله: وتوفيق الله وإعانته للعبد حتى يحصل على هذا المفتاح إنما هو على قدر نيته. ما نيتك؟ على قدر همتك، على قدر رغبتك. فيقول: فإن الله عز وجل ينزل المعونة على العباد بقدر نواياهم وبقدر هممهم وبقدر رغباتهم. قال: وما أوتي أحد، ما أوتي يعني من الشر، إلا بتضييعه لهذا المفتاح الذي هو الدعاء. قال: وما ظفر من ظفر بعد مشيئة الله عز وجل إلا من حرص على هذا الدعاء. إذن قال: ما ملاك ذلك؟ ما ملاكه؟ ما الوسيلة؟ قال: الصبر. وملاك ذلك الصبر. نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه عند الطبراني في الأوسط أنه قال: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. سهل لمن سهله الله عليه، لا يحتاج إلى تعب ولا إلى جهد. الموفق من وفقه الله. نعم، ملاك ذلك الصبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر كما في الصحيحين: يستجاب للعبد ما لم يعجل، ما لم يستعجل. يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي، في رواية مسلم: فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.